فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه سائلة من هولندا تقول: ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع الحمل إذا كانت هناك مشاكل بين الزوجين؟ لا تستعمل منع الحمل إلا لمرض لقرر الأطباء أنها لا تصلح للحمل لأنه يقتلها أو يمرضها، فإنها تؤخره، ما تقطعه قطعا، إنما تؤخره، تأخذ ما يؤخره عنها حتى تستعد له. أما قطع الحمل فلا يجوز. نعم.